فيما يخص اعتزال محمد علي، كيف تقيم هذا الاعتزال ولكن في عناوين سريعة إذا سمحت لي؟ يعني طبعا محمد علي يعني الرجل نجح في إحداث حالة مهمة جدا، يعني لحد يوم 1 سبتمبر محمد علي ما كانش حد يعرف من الشعب المصري مين هو محمد علي. الفترة اللي ظهر فيها محمد علي ما بين 1 سبتمبر وحتى 25 يناير لحد لحظة اعتزاله العمل السياسي أضاف شيء كبير جدا، كشف جزء كبير جدا من الفساد اللي احنا كنا بنتكلم عنه وبنقول ان في فساد داخل الجيش المصري وفي فساد للجنرالات على حساب المعاناة، معاناة الشعب المصري. وبالتالي محمد علي كشف الجزء ده بشكل كبير جدا ونجح في انه يعمل اللي المعارضة المصرية كلها ما قدرتش تعمله على مدار السنوات السابقة، واللي كانوا دايما بيحاولوا يقولوا ان دي كلها اكاذيب محض افتراءات من المعارضة بالخارج. وبالتالي محمد علي كان واحد منهم، ظهر من وسطهم وكشف هذه وكشف الفساد دوت، وكشف قد ايه هم بيبنوا قصور رئاسية على معاناة الشعب المصري اللي مش لاقي بالفعل عيشة كريمة زي ما نادت ثورة 25 يناير. وبالتالي هو كان ليه دور مهم قوي قدمه محمد علي في الفترة اللي فاتت ديت، انا بشكره على الدور اللي قدمه، على الاقل خالص ان هو حرك المياه الراكدة والقى بحجر في هذه المياه الراكدة منذ فترة طويلة، واعاد الامل تاني والحماس للناس في الشارع. وبالتالي حتى مع خروج محمد علي من دائرة العمل السياسي فهو الراجل قدم شيء مهم جدا يشكر عليه، وانا بشكره على انسحابه يوم 25 يناير، وانا شايف ان ده مش نهايه العمل الثوري ولا نهايه دعوات النزول للشارع مره اخرى بموجة هذا النظام. يعني بالطريقه التي يعني قدم محمد علي نفسه الى الشارع المصري، هل هو محسوب بالفعل على السياسيين؟ لا، محمد علي مش محسوب على السياسيين تماما، ويمكن ده كان عامل حالة ضبابية شوية أو يعني حالة غموض شوية من الموقف. يعني الناس كانت بتفكر في وقت ظهور محمد علي لماذا ظهر محمد علي، هل هناك جهة ما تدعمه داخل النظام؟ وده كان يعني للأسف الشديد كان برضو كان من ضمن الأسباب اللي أدت أنه الموضوع الناس تفكر شوية بسلبية من حيث دعوات محمد علي، وبتفكر أنه في جهة ما أو صراع من داخل النظام، وبالتالي هم اللي عايزين يعملوها يعملوه، ولكن الغرض الاساسي مش الشعب المصري ومش اهداف ومبادئ ثوره 25 يناير. وبالتالي كان في انقسام في المشهد، في ناس تحمست ونزلت وفي ناس ثانيه كانت بتبص للدعوه بشيء من الغموض وشيء من يعني الضبابيه، وبالتالي كان ده اثر شويه. ولكن الكلام ده كله في الاخر يعني ترجمته دعوه 20 سبتمبر اللي كلنا شفنا مشهد مهم جدا، مشهد يعني اسقاط صور عبد الفتاح السيسي للمره الاولى منذ وصوله للسلطه عبر انقلاب 3 يوليو، وشفنا ان في جهه ما كان يعني كانت حريصه ان هي تفتح الميادين وان هي توصل الصوره والمشهد دوت. ممكن يكون ده الضغط على عبد الفتاح السيسي للحصول على مكاسب. طيب، اريد ان